تتابعون هذا البرنامج برعاية نحيسوس ديكور. انا معروفين شويه في دومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكيما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله كيما شغل صامو كاشتا. عندنا هنا خدموا ميلاميني امديه في هرقلوس، بصح حاجات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر. تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيك نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كيما نقولوا اللي عنده لي ميزور كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكيما لي كليون اللي شراو عندنا الجميع يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كيما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كيما تيبازا بومرداس تيزي وزو هادو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش ونروحوا اليوم ثاني بويرا دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك عندي ماريو بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله الا قدرنا ربي. وحيسوس ديكو نتمنى لكم رمضان كريم. من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ سيد الفاضل نتعرف عليك. باهي عبد العزيز من الجزائر العاصمة. اهلا وسهلا. اذا نبدأ على بركة الله، بلد انت تعرفوا اكيد لا تشد الرحال الا اليه اللي هو المسجد الاقصى الكريم. من الذي قام بتحرير او بفتح المسجد الاقصى؟ صلاح الدين الايوبي. لا تحرير، فتح. الفتح لو علم سيدنا عمر بن الخطاب. هو عمر بن الخطاب. وماذا ارسى في داخل مسجد الاقصى؟ هذا سؤال. أرسى مش الوثائق اللي وضعها، وش تعرف الوثيقة التي كتبها عمر بن الخطاب؟ الله أعلم. معاهدة هذه السؤال. نعم معاهدة السلام بين وش اسمها؟ معاهدة الله أعلم معاهدة السلام الصليبية. الاسم ها؟ قربت عندك صحيح كلامك. معاهدة السلام الصليبية. اسم العهدة العمارية. طبعا هو الذي فتحها، خليك معنا، أولا هو عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين. وكان عمر ابن الخطاب يعني طبعا لم يكن فتح فقط على يديه، إنما هو إكمالا كان لما بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في بعث السرايا، ثم إكمال لما بدأه أبو بكر الصديق لولا أن عطلته حروب الردة. ثم جاء عمر ابن الخطاب، ولما جاء خالد بن الوليد وذهب ليستلم مفاتيحها كان رفض أنذاك الصليبيون. لماذا؟ قالوا لأن في كتابنا. وش قالوا في كتابنا؟ قالوا الرجل اللي عنده صفات اللي استلم المسجد الأقصى ليست هذه الصفات. فلما ذكر هذه الصفات فلما أسقطوها وجدوها لمن هذه الصفات؟ لعمر ابن الخطاب. ويأتي راجلا، وهو بالفعل هذا ما حدث، وجاء راجلا كان يركب مع الخادم تاعه يتناوب، ولما دخل المسجد الأقصى كان عمر هو الراجل أو هو الذي يقود خطامة الناقة. إذن هو عمر بن الخطاب. نشكر كلمة توجهها للمسلمين قبيل رمضان وللشعب الجزائري ولفلسطين ولكل هذه الأمة. نتمنى الأمة الإسلامية جمعاء رمضان كريم، وإن شاء الله ربي يعيد علينا بالصحة والهنا. الله يبارك فيك. إذن نعطيك هذه من شركة إحساسكم. تفضل أعطيني الهدية فقط تاعه. هذه من شركة أنا لا أعلم. تفضل، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. تحياتنا. أخرجوا من حياتي كتير حلب وغزة وفلسطين، يموتوا كلهم بالملايين، يا عرب انتم فين؟ تابعتم هذا البرنامج برعاية حيسوس ديكور. انا معروفين شويه في دومين هدايا، عندنا صافي ديزاني وبرودوي تاعنا باين، وكيما نقولوا اللي شراو علينا شكرونا والحمد لله كيما شغل صامو كاشتا. عندنا هنا خدموا ميلاميني امديه في هرقلوس، بصح حاجات على امبورطاسيون مونتاج هنا في الجزائر. تما هنا يلا لي زاتيلي تاعنا كاع هيك
نخدموا سير كومود، نخدموا بزاف صوالح كما قالوا لي عنده لي ميزير كدايا. وفي هذا رمضان ان شاء الله عندنا شويه لي بروموسيون شابين ودرناهم ديجا، وكما لي كليون يشرو عندنا الجامع يعرفوهم لي بروموسيون بزاف شابين تاع لي سيري تاع بزاف صوالح. وفي رمضان هذا ثاني عندنا بروموسيون شابه، ومرحبا بكم عندنا، ولينا الشرف ثاني نقول لكم على خير كي زرتونا. ثاني رانا موفرين ترونسبور كما نقولوا الولايات القراب كاع الجزائر، كما تيبازا بومرداس تيزي وزو هادو اللي دايرين كاع تما كاين اللي ما هضرتهمش، ونروحوا اليوم ثاني بويره دايرينهم غراتوي. وان شاء الله مور رمضان ان شاء الله باذن الله بالك حنديماري بروجي واحد اخر باش نولوا نلحقوا 58 ولايه ان شاء الله باذن الله لا قدرنا ربي. وحيسوس ليكو، نتمنى لكم رمضان كريم.